السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع رهيب وغريب، هو زي ما انت شايف عامل زي متصفح. الموقع عبارة عن متصفح، بتيجي هنا وتكتب انت بتفكر عايز تعمل ايه، مثلا موقع عربي للعناية بالحيوانات واضغط انتر، هو اوتوماتيك بقى هيبدأ ينشئ لك الموقع بكل الافكار والاقسام والاسماء اللي ممكن ان انت تحتاجها. هيألف لي موقع عربي للعناية بالحيوانات حيوانات.com، ويبدأ بقى يقترح عليا الأقسام والأشكال اللي ممكن تبقى موجودة في الموقع دوت. تمام، أو كتب لي نبذة عنا، الخدمات بتاعتنا اللي احنا ممكن نقدمها في الموقع، اتصل بنا بالشكل دوت. طيب ممكن بقى نيجي هنا ونقول له مثلا ايه، انا عايز موقع عربي لتعلم اللغات مثلا، ونشوف هيعملها الموقع ده ازاي، ايه الاقسام اللي ممكن تكون موجوده في موقع زي كده. قلت له موقع عربي لتعلم اللغات، فبدا يكتب نبذه عنا وبدا يحط لي الدورات الرئيسيه واتصل بنا. وممكن تقول مثلا انا عايز ادخل مثلا على دوراتنا، فيبدا ان هو يجيب لك صفحه خاصه بالدورات اللي موجوده. فبالنسبه لي موقع ما شفتش زي قبل كده، موقع فيه فكره حلوه، ويكتب لك قريبا دورات جديدة ياباني وروسي وعبري وهكذا.